هذا؟ لك ناجية؟ لك قطع عمرهم أغلظهم بعدين هدول الغبية. يلا يا بنات يلا 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 يلا, يلا, يلا. كيفكن اليوم؟ نحن هلا على البث من راديو الأمل. رح نبدا صباحنا مع غنية. إذا سألتوا ليش هالغنية، رح أقول لكم اللي بيعرف بس هو اللي بيفهم. ايه وشو بدنا نفهم؟ خلونا نسمع الغنية الحلوة قادمة من أسمران. بحبها كثير. برافو. شو في قدرة؟ رح تفقد عقلها والله. ستي بهديكي هالغنية، كتير مناسبة لإلك ولهاليوم المميز. ولك يا محناية خليتيني اتأثر كتير والله، يعني وأنا عم بستنى الحب من حدا ثاني انت عم تعطيني حب كتير هلأ. ايه والله مشكورة. ايه معلش خليني أعطيكي الحب آخر أيامك هون. بعضن أقلم بشمدن بكامن اليزن yollara düştüm ben senin yüzünden ارقصوا يلا ارقصوا اجت الاميره الصغيره تعي حبيبتي تعي يلا حبيبتي يلا ايوه يلا düşümde gördüm seni vardım tuttum elini benim yarim olmazsan şu hada كأنه حافظين كثير معلمتي. أوه والله هالجو اليوم كثير حلو لحتى الواحد يروح من عنا. يلا قصر 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 قصر. ما عم تسمعي الموسيقى؟ ما بدي ضل حالي، أنا بخاف لحالي أمي. والله أنا ماني ناوية أتزوج أبدا، بدي نضل سوا كل العمر. هي كان عندها حبيب اسمه قلب. لا لا هداك ما بقى حبيبي خلاص، نحن انفصلنا. يلا 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 تمام، عملت لك شاي بالأعشاب. عدي لا دودو بدك تشربيهم كلهم، ضروريين كتير. ما بدي اشرب. شو يعني ما بدي اشرب؟ هاد دوا لك بنتي. بتعرفي انه امي كانت تفيق الصبح بكير تقطف أعشاب مثل النعناع والزعتر وتخلطها وتغليلنا اياها وتخلينا نشربها غصب عنا كل يوم، وتقلنا هذا دوا مفيد. يلا بقى اذا مو كرمالي انا اشربي كرمال امي. صحتي. إلك ذكريات حلوة مع أمك ما هي؟ أنا ما بتذكرها بنوب لأنه أمي توفت بكير. الله يرحم روحها. وأنا كنت أتمنى أصير أم. الله يرحمها يا أختي. رح تجتمع رح تجتمعي مع أمك وكمان مع بنتك. رح نوصل على مكان المشتبه فيه آل بوستو. تمام بس ممكن يكون مسلح، فانتبهوا منيح. ألو وجدي، الشرطة بالطريق انتبهوا منيح. تمام تمام، الشرطة على الطريق لازم نروح. كيف؟ بسرعة تحرك. Bye.
اطلعوا لفوق. حاضر. يلا اتحرك بسرعة. وين قلب أسطول؟ هو هون؟ لا سيدي. خير، شو الموضوع؟ إذا ممكن نعرف. مشتبه فيه بجريمة قتل وفي قرار بتوقيفه. وينه؟ والله ما بعرف، ما بسأله. سيدي ما في أي حدا فوق. ما في حدا تحت كمان. إذا حكيت معه قل له يسلم حاله، هيك بيكون أفضل له. أي تمام، خبره. يلا. وجدي شو صار؟ اجت الشرطة لهون، بدون قلب متهم بجريمة. هو قلب وينه؟ طالعته قبل ما تجي الشرطة. ما في مشكلة هلأ، بس رح يرجعوا على كي. تبهو كتير مزبوط. عيونك لا تشيلهم من عليه وجدي. قدرة أستورك المحامي برا. يلا. شو وين راحت خديجة؟ شو هالغبية؟ خليها أنا بأخدها، لا تعذبي حالك. ليش حسين؟ قلي في شي مشكلة؟ لا لا أنا بأخدها. طيب لكم مثل ما بدك. ايه معلمتي، إن شاء الله خير. ليش أجل المحامي لهون؟ شو يعني هلأ عم تحقق معي ولا حسين؟ لا مو هيك. تمام، إذا ما بدك تحكي لا تحكي، بالنهاية أنتو محامي وسجينة. ليك حسين، لا تصدق كل حكي بينحكى. بيتدمر العالم وأنا ما بيصير لي شي، مفهوم حسين؟ بس أنت هلأ بلشت تغلط معي يا حسين، وهالشي مو منيح مشانك. أنت عم تزد حالك بنص المشاكل حسين. اسمعني منيح، أنت مالك إنسان؟ ما عندك روح بنوم؟ خاف على حالك. أنا إنسان. اصحك تنصحني هلأ يا سامي. على القليلة هون في نظام سيء سيء وماله منظم بالمرة. برأيك ممكن نفتح بسطة بيع جديدة بمكان تاني بسهولة؟ حسب بروتوكول الطلاق، هو ليش ماله موقع؟ أساساً لهلأ المصاري والأملاك وكل شي مع زكي وبإيد ابني. والله الأمور ما مشيت مثل ما بدي. أي أمور هاي؟ خلص شيلنا من هالقصة، شو بدك فيها؟ إيه بس اللي صار مع زكي خرب لك كل حساباتك يا خانم. أنت لا تشغل بالك بنوب سامي، قلت لك خلصنا. اللي هلأ شو بقي بين إيدي؟ اللي باقي معي شوية مصاري بالبنك، هذا كل شي باقي. يعني برأيك أنا صرت فقيرة هلأ؟ شو هاد اللي صار معنا؟ ما عاد فيني سدد القرض اللي أخدته، وعم تتزاكي علي كمان، بس ما رح مرقها. انسى هالقصة هلأ، في موضوع أهم بكتير، في موضوع كتير مهم لازم نحكي فيه. شو هو؟ ميليس مديرة السجن حاطة حطاطة من حطاطي هلأ وطلبت نقلي من هون. نحنا لازم نتصرف بسرعة. برأيك نقلك من هون شي منيح؟ هالمكان في فوضى كتير كبيرة، الأحسن إنك تفتحي صفحة جديدة بمكان جديد. ما بدي، أنا بدي ضل بهذا المكان، ما بدي روح. في شي عم فكر فيه لسه، بس أنا محتاجة لمساعدتك كتير سامي. طبعا، شو ما بتحتاجي. أنت كنت بتعرف حدا بيشتغل بالنت منيح، بيعمل حسابات وهمية وبيحكي وبيأثر على الرأي العام. ايه. لساتك عم تحاكي وتتواصل معه؟ ايه، ورايح شوفه بعد شوي كمان. ممتاز، رح ينشروا خبر كرمالي، ما في حدا ما رح يسمع هالخبر، ورح ينتشر ويعبي الدنيا ومواقع التواصل. فهمت؟ شو لساتهم جوا؟ ايه لساتهم عم يحكوا. تعال معي. شوفي أوكتاي، قدرة هون. خير أخي خير.
خير كبير كمان. رح ارسم رسمة كتير حلوة، تفرجوا عليها. أويكو، الخالة دينيز هلأ تعبانة شوي، ترسمي بوقت تاني، شو رأيك؟ ايه بس أنا بدي ارسم هلأ. خليها ترسم، خليها. وقت كانت إيجام صغيرة مثلك كانت ترسم بإيدي هيك كمان، أو بإيدها الحلوة الصغيرة. عن جد خالتي؟ دينيز لا تواخذينا بترجعكي، امشي أويكو، امشي نروح حبيبتي. لا خليها خليها، معلش. هلأ رح لونها بسرعة وبعطيك إياها لإلك. إيه موافقة. أنتي اشتقتي لها لبنتك خالتي؟ كتير. يا روحي عزراء كايا. أيوة خير إن شاء الله. في عندك زيارة. مين يلي جاي يزورني؟ سنان توركار. مين هادلك عزراء؟ واسمه حلو كتير، سنان. سنان خلاص عزراء منقول خير إن شاء الله. شو بكن أنتو؟ يعني هذا دكتوري اللي راقبني بالامتحان، ليش إجا لهون؟ شو بده؟ كيف أخذ إذن؟ في موضوع له علاقة بالامتحان، بده يحاكيكي بشكل خاص، ناطرك عند المديرة. أوزلام خانو، إذا كان حلو خديني معك أنا كمان لشوفه يعني. أحسين كمان حلو يا بنت. منشوف كذا نوع مشان ننقي. يلا يلا أمشي بسرعة. خلاص حاجتك بقى عزراء. مرحبا. مرحبا عزراء. ميليس خانوم، ما فكرت انك رح تكوني موجودة هون معنا. انا هلأ كنت طالعة. عزراء عندك فرصة ما صارت لحدا انك تاخدي درس خصوصي، عن جد محظوظة. انا بهنيك استاذ وناطرين منك علامة كويسة. عزراء عندك طالبة مشاغبة والله، بتشقشق اوراق الفحص، ما هيك؟ موفقين. شكرا كتير لإلك. مديرتي صعبة شوي وعصبية. ايه صح. اهلين مرة تانية. اهلين فيكي، شو الاخبار؟ تمام تمام. منيحة، ما توقعت شوفك هون. بالحقيقة انا كمان ما توقعت اني اجي على هذا المكان. انا رح اعمل التحضيرات كلها بالاذن منك. الله معك. الله معك. اوه وأوكتاي بيك موجود هون كمان. إيه؟ عندي خبر كتير حلو لإلك. آه هات لنشوف. ما رح تصدقي بس رح تروحي على المنفردة. ما حلوة أسألك بس ليش؟ مشان سلامتك. إيه؟ ممكن أفهم من مين عم تحموني أنتو هلأ؟ آه؟ تاخدوني على المنفردة وبتطلبوا تنقلوني وما بعرف شو رح تعملوا كمان. مو هيك، وعقلي ما عم يفهم كمان. هلا المهم نحن عم نهتم فيك منيح، فلا هيك انبسطي. أوكتاي سجينات الجداد على الباب، ممكن تروح على المدخل؟ يلا انا جاي فورا. ممكن تاخذها لو سمحت، انا رح كون على المدخل برا. اي ممكن. شكرا لك. شو بدنا نساوي؟ بخاطرك انتبهي على حالك. ايه امشي يلا، بس عم تلعبي بشعراتك. امشي قدامي يلا امشي. ايه قلي كيف قدرت تاخد اذن؟ يعني ألفت قصص إلى علاقة بالجامعة، قلت انه لازم شوفك ضروري، بس هيك. ايه منيح. وكمان ما رح نقدر نلتقى بالتكميلة. كيف هيك اذا انا شقيت الورقة؟ ايه بس هديك الورقة كانت حلوة كتير، ما قدرت كبها، رجعت لزقتها. والله. وكمان قلت لو إنك بإيدي للتكميلي كنا رح نلتقي مرتين مو أكتر، ففكرت
قلت ليش ما بسوي شيء مختلف؟ مثلا اذا اجيتي على درس الصيف ودرستي خلال الامتحان بهي الحاله بتروحي وبتجي كل اسبوع، منه بنلتقي ومنه بترفعي معدلك. يعني هي هي فكرتي. فكره حلوه، يعني اني اطلع واعمل شيء مفيد. ايه لحتى نشوف بعض، يعني انا لازم اصير مجتهده، يعني انا رح ادفع الثمن. هيك شيء، بس برايك انا ما بستحق تدفعي الثمن مشاني؟ بستحق؟ وبرايك انا ما بستحق؟ أكيد بتستحقي. أنا صار لازم روح هلأ لأنه الوقت رح يخلص. عنجد؟ ما بعرف، لأنه ولا مرة إجا حدا زارني من قبل. إيه بعرف، قالولي أساساً رح أرجع زورك. إيه أكيد، يلا بشوفك. أنا أنت طلع بالأول بعدين. طيب بياخذوني. يلا بشوفك خاطرك. إيه الله معك. يلا تفضلي فوتي لجوا. حسين أنا حذرتك من قبل وقلت لك تصرف معي بذوق من شانك. تفضلي فوتي لجوا وبلك ترحكي، عندي شغل غيرك. يلا فوتي. يلا رح فوت، بس أنا حذرتك. ها اي يلا فوتي خلصيني. يلا استغفر الله. رح تشوف يا حسين، رح تشوفوا كلكم. أنا لسه رح ورجيكم كلكم، ما ضل إلا القليل. شكلكم كلكم مو سائلين على حياتكم وبدكم تنهوها هيك. أختي دينيز لوين بدك تروحي؟ بدي أغسل إيدي ووشي. رايحة على الحمام؟ إيه أجي معي؟ ليش؟ يعني كلنا عم نحكي لنفس السبب. شكلك تعبانة ووشك أصفر، هذا اللي كانوا البنات عم يقصدوا. إذا تعبانة بنجي معي. لا لا أنا منيحة، بروح لحالي. شكراً لك. برافو عليكم والله. أنا صايرة عم توتر كتير، هالوضع هذا مو مريحني بنوب. خلونا نخبرها ونخلص بقى. خلصنا بقى حسرة، تقولي إنك خايفة، الظاهر خفتي تعمليها تحتك قبل ديني. أنا ما بقدر استنى، رح روح وراها. شو رح تقولي؟ شو رح أقول؟ بدي فوت على الحمام. إيه منطقي. دائما كنت أقول أنه معلمتي بتلاقي طريقة تحول السجن لجحيم، بس الوضع هلأ خلص مستمر. بقى هاجر يا بنات لا تحكوا هيك، ما حدا بيعرف شو بيصير. أكيد معلمتنا قدرت رح تحلها لأنه إيدها طايلة كتير. شو رح تعمل يعني؟ المديرة طلبت نقلها، ليك رمتها بالمنفردة لحالها، الموضوع ما عاد في حكي، رح تروح من هون على الأكيد. طيب إذا معلمتي قدرت راحت شو رح نعمل وقتها؟ ما بعرف عزراء شو ممكن تعمل فينا وقتها. إيه ما ضل عندي شعر تقصه. يا بنات نحنا لازم نلاقي حدا يحمينا. أكيد نحنا رح نحل كل أمورنا، أكيد ما رح نموت. إذا معلمتي قدرت راحت نحنا منلاقي حل. لو سمحتوا طولوا بالكم تمام، خلونا نستنى. عم تحكي بكل هاي البساطة؟ إيه ببساطة. انتباه انتباه، صار وقت الأكل للمجموعة بيتنين. انتباه انتباه، صار وقت الأكل للمجموعة بيتنين. ليش نحن لحالنا؟ شو؟ يعني شو صاير هلأ؟ يلا خلونا نشوف. يلا شو خلونا نشوف. انتباه انتباه، صار وقت الأكل للمجموعة بيتنين. بيتنين؟ ليش بس بيتنين يعني؟ أنا جوعانة كتير. ميليس عملت هيك لتبعدنا عن قدرته جماعتها. بس أنا مريض الضغط يا بنات، رح ينخفض السكر بدمي. يعني انتو بتعرفوا حسرات وقت تجوع كم قدرت بتصير. شبه حاسو ليش عم تحكي مثل اولاد صغار؟ شو دخلني بقدرة انا؟ لا تخلوني بلش بقدرات. شو رح اكل هلا؟ تمام تمام طولي بالك، انا رح اقوم حضر شي ناكله على السريع. انتي روقي شوي. منيح قامت تعمل اكل لانه في حدا رح يموت. سمعتوا شو قال؟ بيتنين بس. ايه سمعنا بس ما فهمنا شي كمان دينيز. كيف يعني ما فهمنا؟ أساساً هذا الموضوع واضح كتير، يعني ميليس عم تقسم المجموعتين مشان المشاكل على هوا. ما فهمت بس فكرة كويسة. برأيي هالقرار منطقي كتير، شو جابرني شوف وش هالمرة وأنا عم أكل؟ بقعد باكل الشيبس لحالي هون أحسن، على الأقل بستمتع أكتر. سؤال، شو هو الموضوع؟ حكي لي. ما بتقدر ما تسأل، ما بتقدر بنوم. ليش قسمتوا المجموعات؟ للأمان، بس هي الفترة. أمان لمين؟
أمان لقدرات؟ مشان الكل دينيس، ليصير المكان أكثر أمان للكل. في أمر عكس اللي نحكى، عأساس رح ينقلوا قدرات. قلت لك قدرات ما دخل دينيس، وأساساً أنا هلأ جيت خبركم. اسمعوني منيح، لفترة قصيرة مشان أمان الكل هون رح يصير وقت الأكل والاستراحة والزيارة والاتصالات كل قسم لحال. خاطركم. الله معك. تأخرت بهالقرار والله. أجيتي بالوقت المناسب، متت من جوعي. صحة وهنا. يسلموا إيديكي. ليكي بدي أسألك سؤال. لك وينه حسين هلا؟ والله غلي قلبي عليه كتير، ما عم شوفه. هلا كان هون، شفته بالساحة قبل شوي. لكن ابعتي له عندي لو سمحتي، قلي له قدرة عاوزتك. طيب رح أقول له. شكرا كتير إليك. والله لو ورجيك يا حسين، والله لو ورجيك. واحد غبي.